باحث متخصص في اللغة العربية. ما تقدرش تدرس وتخش الجامعة وتطلع من الجامعة وتخش المدرج وانت حواليك حراسة مثلا. اتهموه بالكفر. يقول لك انه يريد ان يهدم القرآن. بيحلم بوجود مجتمعات علمانية متحررة من غير حرية فكرية بتخلق الغلاء اللي احنا فيه. بيرفض اختلاط الدين بالسياسة. يا اخوانا ما فيش حاجة اسمها نظام حكم اسلامي. اذا الاخوان المسلمين هم الظل الاول لهذا السقوط. انا بدافع عن الاخوان كقوة سياسية في المجتمع. بينك وبين الوطن ممكن يبقى فيه زعل، ممكن يبقى فيه خصام، بس عمري ما يبقى فيه قطيعة. شوف دكتور نصر حامد ابو زيد في اللقاء الوحيد اللي عمله مع خالد صلاح في زيارته الاخيرة لمصر. مساء الخير، احنا برا الاستوديو النهاردة في لقاء انا بعتقد انه لقاء مهم جدا مع شخصية مهمة جدا، دكتور نصر حامد ابو زيد. دكتور نصر قصة كبيرة جدا في مصر، علامة فارقة من علامات صراع ما بين خلينا نقول الاعتدال والتطرف، خلينا نقول للتفكير ولا تفكير، خلينا نقول بتيارات الحرية الجديدة وأصحاب دعاوى التكفير والحزبة. الدكتور نصر في مسيرة كبيرة جدا في جامعة القاهرة كان بيتقدم لنيل درجة أستاذية في الجامعة، عمل دراسة أنا بفكر بس سنة تقريبا في منتصف التسعينات 95 خلينا نقول، عمل دراسة مهمة جدا. الدراسة دي تعرضت على لجنة في الجامعة كان قصده ياخد بيها درجة الأستاذية، طلع تقرير من بعض الأساتذة في الجامعة كفروا الدكتور نصر في التقرير، وطبعا اتحكم عليه بالتكفير. خدوا مجموعة من الناس اللي مشغلين كانوا وقتها على دعاوى الحزبة، خدوا التقرير ده راحوا بيه المحكمة، رفعوا دعوة تفريق ما بين الدكتور نصر حامد أبو زيد وبين زوجته الدكتورة ابتهال يونس، وهي كانت أستاذة في الجامعة أيضا أدب فرنسي. اللي حصل طبعا معركة كبيرة جدا، الصحافة كتبت صراع ما بين أصولية وتفكير وتكفير وما إلى ذلك. لما اتحكمت المحكمة وفي مفاجأة كبيرة جدا على الدكتور نصر حامد أبو زيد بأنه هو يتفرق عن زوجته، الراجل ما لقاش أي سبيل غير أنه هو يروح يعيش في هولندا، بلاد تحترم الفكر والحريات. الآن الدكتور نصر بيتردد على القاهرة مرات ومرات، إحنا الحقيقة في انفراد تلفزيوني قابلناه وهو معانا النهارده في حوار مهم حوالين اللي فات والحاضر واللي جاي. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا بيك. اولا مصر منوره وهولندا مظلمه لانك انت هنا. منوره باهلها زي ما احنا بنقول، وهولندا مظلمه بسبب الامطار والضباب والغيوم وبغيابك لان الاراضي الواطئه يعني. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك. احنا بس كنا عايزين يعني في الانفراد اللي احنا فيه معاك النهارده، واحنا متوقعين ان مفيش حد غيرنا يعني هيشوفك النهارده تلفزيونيا، انت ما بتجيش مصر دلوقتي الا في زيارات خاطفة وبدعوات من مؤسسات غير رسمية تقريبا من ساعة ذهابك الى هولندا. انا مش عايز اخدك اول الماضي، انا يعني حكيت باختصار القصة يعني. لا انا ما يعني انا باجي زيارات لانه ده وطني واهلي وناسي، ومش صحيح ان انا باجي بدعوات من جهتك. يمكن الدعوة ديت انا بعتبر انه المورد الثقافي مش جهة أجنبية يعني. بينك وبين الوطن ممكن يبقى فيه زعل، ممكن يبقى فيه خصام، بس عمري ما يبقى فيه قطيعة يعني. صعب لأنه في النهاية وطنك يعني، ما حدش يقدر ياخده منك يعني. في دمائنا يعني، مصر تعيش فينا يعني، مش احنا بنعيش في مصر يعني. طب وبتحس في ايه بقى وانت في هولندا وانت برضو بعيد عن البلد، وانت دلوقتي انا اعرف ان انت استاذ كرسي ابن رشد في مفيش بعد بالمعنى اللي ممكن. واحيانا لما الناس تقول المنفى والكذا ما بحسش قوي بان الكلمة دي صحيحة. طب انت بتسميه ايه؟ بسميها غربة. اختيارية ولا اجبارية؟ لا اختيارية، لانه انا لما حسيت ان فيه وضع يعني مش هيبقى مواصلة العمل في مناخ يعني عادي وطبيعي، قررت ان انا اسافر يعني. لانه ما تقدرش تدرس وتخش الجامعة وتطلع من الجامعة وتخش المدرج وانت حواليك حراسة مثلا يعني انت على صلة مباشرة بطلابك يعني. طلابك بيحبوا يتزحموا حواليك بعد المحاضرة، انت عارف كتير من الطلبة بينكسفوا يسألوا في المحاضرة، لكن بعد المحاضرة ما تخلص تكتر الأسئلة.
فحواليك حراسة، الطلبة دول مش هيتجرؤوا انهم ييجوا حواليك، بالإضافة حراسة وانت خارج من البيت وانت رايح جامعة وانت راجع من، ويعني ايه يعني انا مش يعني. طب لما بترجع قوي اول مسألة دي، طب لما بترجع بقى يعني في زيارة زي دي برضو بيكون عليك حراسة ولا ما عودش بتخاف؟ ما كانش عندي الوهم ده، وجات لي خطابات تهديد طبعا، لكن ما كانش عندي الوهم ده، لكن الدولة بتحمي المواطنين، وفي الوقت ده كانت الدولة كلها في حالة يعني فزع مما يسمى الإرهاب وكيت 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 وكيت. صحيح. أنا مواطن مصري بحب يعني أشرب فنجان قهوة على القهوة، ويعني حكيت إن أنا أعيش كده يعني تحت الحراسة كأنك عايش في صندوق إزاز يعني، فما حبيتش ده. وأول ما سافرت رحت على إسبانيا الأول، قعدت في الشارع 24 ساعة يعني في اسبانيا. لا 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 لا، ما فكان تجربة غريبة، لكن قراري يعني كان قرارنا يعني اقصد قرار حضرتك والدكتورة زوجتي وانا يعني ان احنا نبعد شوية لغاية ما الجو يهدى، على امل ان المحكمة الاعلى حت يعني الامور حتعود الى نصابها الطبيعي، لكن ما حصلش لاسباب يصعب الحديث عنها يعني. طب خليني اقول لك يا دكتور، انت في اي منطقه من المناطق اللي انت تعرضت ليها بالدراسه انت تناولت يعني حاجات اعتبرها ناس زمايلك في الجامعه الحقيقه يعني حتى مش من العامه في النص الديني والنص القراني والخطابات المقدسه بشكل عام، واعتبرت ان دي حاجات خاضعه للتاويل، وان كل اللي احنا وارثينه من الاديان هو تاويلات لنصوص، هل في منطقه انت في الفتره اللي انت قضيتها بره قلت انا كنت غلطان ان انا صدمت الناس كده وكان المفروض المساله تدار بشكل يعني وانا ما صدمتش الناس؟ يعني التصور ان انا صدمت الناس ما تصور غير صحيح، يعني انت ممكن تكون صدمت بعض الناس اللي هذا الخطاب النقدي بيهدد مناصبهم، لكن الناس العاديين ده الدكتور عبد الصبور شاهين اتصدم. ايوه الدكتور عبد الصبور شاهين، معلش خلينا من ايه ما نخشش في الاشخاص يعني عشان ايه، بس هو صاحب التقرير ما نرجعش معلش يعني واخد بالك، يعني خلينا ما نخشش في هذه المساله يعني ايه انه ايا كان واخد بالك، الصدام هنا صدام مع مع سلطه، سلطه بتمتلك الحقيقه، وهذه السلطه وجدت في تاريخ جميع الاديان وفي تاريخ جميع ايه السلطه بقى؟ السلطة الدينية اللي بتتبنى الخطاب الديني الذي يرى للحقيقة تصورا واحدا ضد التراث العربي الإسلامي اللي الحقيقة الإيمانية الإيمان واحد، لكن هذا الإيمان في تصورات عن هذا الإيمان، في تصورات عن الحقيقة الإيمانية، هذه التصورات بنجدها في كتابات المعتزلة بتختلف عن كتابات الأشاعرة، بتختلف عن كتابات الصوفية، بتختلف يعني إنك بتعود إلى هذا التراث الحي وبتحاول تفتح نقاش من خلال هذا التراث الحي، وبتربط هذا التراث الحي بالثقافة الإنسانية المعاصرة تماما كما فعل أسلافنا اللي هم أفادوا من التراث الإنساني، سواء كنا بنتكلم عن التراث اليوناني أو التراث الإيراني أو التراث الهندي أو إلى آخره. فده بيهز بعض الإيه بعض اللي ممكن تسميهم يعني من يمتلكون الحقيقة، رجال دين يعني، بيهز رجال الدين، رجال الدين مؤسسات إسلامية. السلطة عندنا مش سلطة رجال دين بس، احنا عندنا سلطات اجتماعية وسلطات سياسية بتخاف من الحرية، عندنا سلطات اجتماعية وسلطات سياسية وسلطات دينية وبشر بيخافوا من الحرية، يعني عندنا رجالة بيخافوا من الستات، يعني مخيفة مسألة. انت لو تابعت الحوار حوالين الخلع، وانا تابعته بالتفصيل، كلمة خلع نفسها عاملة ذعر عند الرجالة، عند الرجالة يعني كلمة خلع نفسها يعني واخد بالك سيكولوجيا يعني ما يعني المسألة هنا ما بكمش فقهيا ولا الى اخره، واخد بالك، اعطاء المرأة حق الطلاق حتى ولو كانت بتدفع ثمنه يعني ويعني هامش بسيط ما يدفع ثمنه ليس حقا. طب ده كلام جميل، بس حضرتك اتكلمت دلوقتي عن الخوف. انما يعني الخوف انا بديك ايه المناخ العام الخوف. طيب انت بتقول في مؤسسات دينيه وسياسيه واجتماعيه تخاف من الحريه، نعم. ايه المنظومه الحريه اللي انت كنت طارحها وتصدمت مع المنطق ده؟
أنا 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 يعني مثلاً واخد بالك مثلاً في بداية التسعينات كان تم تحرير سعر صرف الدولار، طلعت الجرايد تم تحرير سعر صرف الدولار، في انفتاح الاقتصادي اللي إحنا كلنا بنأمل إن هذا الانفتاح الاقتصادي يعني يروج البلد، يحل مشكلتنا الاقتصادية إلى آخره يعني. في نفس الوقت كانوا الطلبة عاملين مظاهرات في الجامعة وانضربت، ضربوا الطلبة برصاصات مبطاطية أو بقنابل دخانية. فلقد أنك نشرت مقالة قلت يعني تحرير الدولار، طب متحررون احنا كمان من فضلكم يعني، واخد بالك. المفارقة هنا ايه؟ انك انت بتقبل قوانين السوق القائمة على التحرر لكن لا تقبل الاساس الفكري اللي قامت عليه السوق الحر. حلو قوي الكلام. الاساس الفكري هو حرية الفرد، الاساس الفكري حرية المجتمع، الاساس الفكري خلق نوع من المناخ السياسي الذي يؤدي الى تداول السلطة. ده شكل الحرية اللي انا بحلم به كمواطن مصري، يعني ان انا اشارك في صنع الحياة المصرية واساهم كمواطن وكاستاذ جامعة وكمفكر في تخصيب العقل المصري. وكنت متفرغ ان انا بعمل ده وانا استاذ في الجامعة يعني، وربما ده اللي خلاني زعلت قوي يعني، خدت على خاطري زي ما بنقول. دي الحرية، والحرية هي الضمانة الوحيدة لتطور المجتمعات، الضمانة الوحيدة لصنع التنمية ولصنع التقدم. حرية اقتصادية فقط ما تمشيش لوحدها، من غير حرية فكرية بتخلق الغلاء اللي احنا فيه، وبتخلق الاختناق اللي احنا فيه، وبتخلق كل المشكلات اللي بيعاني منها المجتمع. ما اظنش ان في حد سعيد بالمشكلات اللي بيعاني منها المجتمع دلوقتي. طب مين اللي بيقهر اكتر مناخ الحريه، المؤسسات السياسيه بس ولا المؤسسات الدينيه كمان؟ لا، المجتمع كله. ما المجتمع ده بيتمثله مؤسسات، المؤسسات السياسيه، المؤسسات الدينيه، المؤسسات التعليميه، الاعلام. يعني مبدا، يعني مطلب اساسي التعليم. كويس، التعليم اللي يبدا انه لا يقهر الطفل لانه سؤال مالك. سؤال الطفل هو سؤال الدهشة وسؤال البراءة، وإذا قيل له اخرس لحرام، اخرس بلاش قلة أدب، بدأت عملية القهر. كويس، لما بناخد بقى ده إلى الجامعة تبقى المأساة ألعن يعني، لأنه الجامعة المفروض أن الطالب اللي جالك وصل إلى مرحلة من الوعي ومرحلة من الإدراك أنه قادر على أنه يشارك فيما يسمع، ما ياخدوش. شيخ أمين الخضري مقولة إن العقول يعني اللي هي الفارغة أي حاجة بتأتي لها بتثبت، زي الصفحة البيضاء، أي شيء تكتبه يثبت. تمام، تجد خواء من العقل فتثبت. تمام، أنت محتاج لهذه الحرية. تبدأ من التعليم، تبدأ في الديمقراطية. الديمقراطية مطلب كلنا بنطلبه، لكن اختصار الديمقراطية في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، هذه الحرية السياسية غريبة جدا يعني، لأنه ممكن تباع الأصوات وممكن يحصل تكتلات كت وكت وكت وكت. الديمقراطية والحرية في المجتمع قائمة على حرية الفرد، إن الفرد يبقى له صوت كفرد، مش كمنتمي إلى قرية أو منتمي إلى قبيلة أو منتمي إلى عزوة أو منتمي إلى كذا، كفرد. ما عندنا الحرية الفردية عندنا مش موجودة. حرية المؤسسات، حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني. والحرية الفردية دي مش موجودة في رأيك بسبب ان احنا عندنا مؤسسات سياسية تضغط، ام عندنا تراث فكري وهو ده كمعركتك الأساسية؟ يعني هل المشكلة في ان التراث الفكري، خلينا نقول وهكلم مباشر، التراث الفكري الإسلامي اللي حضرتك كنت متخصص فيه يمنع هذه الحريات، أم أن طريقة التفكير وطريقة التفسير هي اللي بتمنع الحرية؟ التراث الفكري الإسلامي ليس تراثا واحدا. التراث الفكري الإسلامي تراث متعدد، يعني تراث بيشمل كل أنماط التفكير بما فيها الحرية، يعني طبعا بمفاهيم كلاسيكية. يعني ما نقدرش ناخد مفهوم الحرية عند المعتزلة مثلا ونقول إن ده مفهوم الحرية الحديث. إذا المعتزلة كانوا عايشين في عصر معين، مفاهيم الحرية فيه مرتبطة بأطر معينة، هي حرية الفعل وحرية الثواب والعقاب إلى آخره. تمام، مفهوم الحرية في عصرنا مفهوم متسع. فالتراث يمكن يعطينا يعني عوامل مساعدة لتنمية مفهوم الحرية، والتراث أيضا ممكن، لأنه التراث يعني التراث بشر. ما فهمتش يا دكتور،
ما فهمتش، عندنا مشكله مع التراث في المنطقه دي ولا ما عندناش؟ اللي انا بقوله ما عندناش مشكله مع التراث، عندنا مشكله ان احنا لم ندرس التراث تراث دراسه نقديه. تمام. التراث اتجاهات كتير جدا جدا جدا، هذه الاتجاهات فيها بعض الاتجاهات اللي ممكن تشجع وتؤصل مفاهيم الحريه، وفي بعض الاتجاهات تمنع اللي ممكن تؤصل مفاهيم الطاعه. كويس. الواقع الاجتماعي الآني هو اللي بيعمل الاختيار. يعني الواقع دلوقتي بيختار ايه؟ اخترنا الطاعة طبعا. الطاعة. اخترنا الطاعة مش النقد. لا مش الحرية ومش النقد. كلمة النقد عندنا مخيفة. بالك لما تقول نقد الناس بتفهم فورا ومباشرة، بل بعض بانه نقد بانه هد. تمام. زي ما تفهم كتبك زي ما تفهمت كتبي، يقول لك انه يريد ان يهدم القرآن، وانه يعني ما فيش واحد مسلم في مجتمع مسلم بيقدم شغله عشان يترقى في جامعة في مجتمع مسلم وحيقدم لهم ولا مؤاخذة شغل يهدم القرآن ويقول لها يا جامعة رقيني، إلا إذا كان مجنون. وما ظنش أن أنا مجنون يعني. صحيح. يعني بس لا يعني صدقت أن في جامعة وصدقت أن في حرية أكاديمية لأني كنت بمارس ده مع طلابي وكنت حريص على هذا. خلي بالك ان كل اللي حصل ده كان ممكن ما يحصلش. صحيح. لو انا يعني بطلت تفكر. لا، ولو انا حتى مساله الترقيه وبتاع ويعني سكت وخلاص وانما القضيه ما كانتش بالنسبه لي ترقيه، يعني ما يعني الحقيقه ما كانتش ترقيه. الترقيه في النهايه في الوقت ده كان معناها بالنسبه لي 5 جنيه في المرتب، يعني كان في الوقت ده 5 جنيه نص كيلو لحمه. انا مش ممكن تقف تخش معركة عشان نص كيلو لحمه يعني. صح. اسكت. القضيه هي قضيه الحريه الاكاديميه في الجامعه، حتى حريه الخطا. خلي بالك مفيش حريه من غير اخطاء. صحيح. واذا قلت حريه بشرط الله تخطئ تبقى بتقول لي لا حريه. بس احنا بعد معركتك دي يا دكتور الحقيقه وقفنا وقفه كده ما بين مصريين، نمشي ورا النوع ده من الحريه النقديه للتراث وبعدين يحصل زي ما حصل للدكتور ناصر حمد ابو زيد، واحد ياخد التقرير يروح بيه المحكمه يفرق ما بينه وبين مراته، ولا نمشي ورا الطاعه؟ انا في اعتقادي ان المجتمع مشي اكتر ورا المسار الثاني مش ورا مسارك، وانت توقفت ومشيت، هو ده الحل؟ لا، انا مش موافق معاك على التحليل ده. يعني ربما يبدو على يعني على سطح الخطاب العام ان هذا هو المسار. بس ما فيش فكره بتموت. يعني الأفكار لها طرق ميستيريس يعني سرية إنها تتسرب. تمام. بالك. وأنا كنت براقب الخطابات، أعتقد إنه خطابي اللي رفض تسرب بشكل أحيانا، يعني مثلا لما طرح مسألة يعني الأقباط يدفعوا الجزية ولا ما يدفعوش الجزية مثلا. طلع يعني شيخ الأزهر وقال الجزية مسألة تاريخية. طب إيه تاني تاريخي غير حكاية الجزية؟ يعني لو خدنا المفهوم التاريخي أنا بدي مثال فقط يعني مثلا خلينا نقول الحجاب ما هياش قضية في رأيي، واخد بالك، يجب أن احنا نخوض فيها معارك. أنه إذا هي اختيار فردي لازم أدافع عنه يعني. وأنا طبعا كنت بقى في الوقت ده لما صار قضية الحجاب عايش في أوروبا، وبتتعرض المرأة المسلمة إلى اضطهادات وكذا، وغريب جدا أنك أنت في أوروبا وحقوق الإنسان وحقوق الفرد وكذا وكذا وكذا. يعني وفي محاضرات في أوروبا كنت آخر محاضرة من حوالي أسبوع كنت أقول أوروبا لابد تفتح عينها، يعني أوروبا مغمضة عينها عن الواقع الديموغرافي الجديد اللي هي عايشه فيه، زياده عدد المسلمين. انه مثلا ان تطلع مثلا في بلد يطلعوا قانون بتحريم النقاب، واخد بالك، قلت ان هذه قلت ده في الغرب، قلت ان العلمانيه الفرنسيه هي تساوي الوهابيه، لم تتطور خارج اللحظه التاريخيه اللي انبثقت فيه اللي هو العداء للكنيسه. دي لحظه تاريخيه انتهت، وده منتشر دلوقتي كتير قوي في الغرب. يعني ان انا قصدي ما دخلتش في هذه القضيه، واخد بالك، يعني انا هرجع لك للمنطقه بتاعت الاسلاموفوبيا دي اللي موجوده في الغرب. نعم. بس انا عايز اسال كام قضيه ممكن تبقى بتعتقد ان تحريرها من الفكره التاريخيتها دي
أو الإيمان بتاريخيتها ممكن يحرر كتير في الفكر المعاصر في البلدان الإسلامية مثلا. هل الحجاب واحدة من القضايا ولا مش واحدة من القضايا؟ لا الحجاب طبعا واحدة من القضايا. واحدة من القضايا طبعا واحدة من القضايا. الحجاب مرتبط بالإسلام. لكن انت ما تعملهاش يعني في عندنا اتجاهين في الحجاب. والحقيقة الاتجاهين الاثنين يعني بالنسبة لي انا مزعجين. ازاي؟ ان يعتبر الحجاب يعني فرض شرعي. الفرائض الشرعية معروفة. تمام. ما بينهاش الحجاب. لا واخد بالك يعني فريضة واخد بالك يعني الفرائض معروفة بنص القرآن واخد بالك مش من ضمنها الحجاب. النص القرآني حوالين الحجاب يعني ايه فيه درجة عالية جدا جدا من البعد الأخلاقي يعني غض النظر هو المفتاح واخد بالك وان المرأة يعني ايه تمد جلبابها يعني انها بترتدي جلباب يعني هي قضيه واخد بالك خلافيه فانك تيجي على قضيه خلافيه وتقول فريضه وتحطها مع الفرائض يعني اعتقد ده يعني كتير قوي. الامر الثاني انك تعتبره شيء كريه ومقزز وكذا 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 لا برضو واخد بالك يعني انك انت تقول انه هذا اختيار شخصي وان انا ممكن فرضه هو اللي انا ممكن اقف ضده ان يعني ان قوه معينه تفرضه واخد بالك وده يرجعنا او ان قوه معينه تمنعه يرجعنا لقضيه الحريه تاني لان الاختيار الفردي يفترض حريه الفرد صح حريه البنت او المراه انها تختار الحجاب او لا تختار الحجاب في قوه ضغط اجتماعي بتطرح هذه المفاهيم يعني ولازم نحلل المساله في سياق الضغوط الاجتماعيه التي تمارس ضد المراه وضد البنت علشان تتحجب وعشان اقناعها بالحجاب كمان يعني ما هو في الضغوط هنا واخد بالك امر لا يتم تحليله بشكل كافي تمام في ضغوط وضغوط بيمارسها المجتمع وضغوط بيمارسها الذكور بشكل اساسي وخطاب اما انه يضع الحجاب باعتباره شرط لاسلام المراه او انه يعتبر الحجاب منتهى التخلف انا اسف يعني ما لا اتقبل هذا الاثنين لا ما بقتش الاثنين ابدا تمام الجزيه الحجاب الحكم الحاكميه بقى باسم الله يعني ودي معركه كبيره جدا عندنا هنا وانت عارفها دي بقى في اطارها التاريخي يعني ولا نطيل في هذا الحاكميه واخد بالك يعني هي الصياغه التي صاغها ابو الاعلى المودودي ابو الاعلى المودودي مفكر هندي والمسلمين في الهند تاريخيا حصل هذا التوتر بين المسلمين والهندوس وبعد ما كانوا كلهم يعني مندمجين في حزب واحد حصل انشقاق داخل الحزب وبدأت يعني هل هناك طبعا يعني الاستعمار الأوروبي وكذا وكذا ساهم إلى حد ما في هذا الانشقاق قد يكون هذا جائز لكن بدأ خطاب يتكلم عن ان المسلمين لابد ان يعيشوا طبقا لمعاييرهم وبدات فكره ان المسلمين لابد ان يكون لهم دوله كويس يعني اذا الواقع فرض خلي بالك الواقع فرض هذا الانقسام بس ده مش واقع تاريخي يعني ده مش موروث من عهد النبي ان الدوله لا 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 لا, لا, لا احنا بنتكلم عن واقع تاريخي ملهاش علاقه ملهاش لا, لا 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 اطلاقا اطلاقا يعني ملهاش علاقه بالقران يعني مفيش حد قبل ابو الاعلى المودودي اعتبر ان كلمه ومن لم يحكم بما انزل الله فإليكم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فإليكم الفاسقون ان الحكم هنا بمعنى الحكم السياسي مفيش حد ابدا قال كده عندنا نظريه الامامه واخد بالك والامام وشروط الامام وكيت بيعتبرها علماء الكلام شيء زائد على علم اللاهوت شيء اضيف واخد بالك ابو الاعلى المودود اول واحد هنا يعني عندنا مشكله واقعيه بالك هذه المشكله الواقعيه فرضت قراءه ما للنص الديني هذه القراءه قدمها ابو الاعلى المودودي كويس وهذه القراءه كانت جزء من اتجاه عام داخل المجتمع اللي أدى إلى انقسام الهند وإقامة باكستان 1947 وبعدها بعد شوية انقسمت باكستان تاني إلى بنغلاديش وباكستان لكن دي ملهاش علاقة بأصل الدين دي قراءة لا القول أن فيه نظام اسمه نظام الحكم الإسلامي
بدأ يبقى مطروح بعد إلغاء الخلافة وليس قبل ذلك. وهو تصور من الخلافة نظام إسلامي، وده اللي الشيخ علي عبد الرازق كتب كتاب الإسلام وأصول الحكم، وقال يا إخوانا ما فيش حاجة اسمها نظام حكم إسلامي. العرب أقاموا إمبراطورية، لأن ده كان قانون العالم في الوقت ده يعني. فإنه إن ده اختيار، اختيار تاريخ، لكن ممكن المسلمين يختاروا هذا النظام أو ذاك النظام، وده مش هيبعدهم عن أنهم يكونوا مسلمين. ده بشكل بسيط اللي قالوا، اللي قالوا. لكن بدأت ما يمكن أن تسميه يعني سؤال الهوية، إحنا مين بقى بالضبط. يعني بعد الخلافة العثمانية ما كانتش خلافة، ما كان اسمه السلطان، ما كانش اسمه الخليفة، ده وطول الوقت كانت العالم العربي ضده يعني بيحاربوه، وطول الوقت كان العالم العربي عايز يتحرر من من استبداد السلطان وعبد الحميد الباب العالي. وعبد الكواكبي كتب طبائع الاستبداد، يعني ومحمد عبده كتب عن الاستبداد الى اخره. انما يبدو كانها ايه، في وجه الصراع الاستعماري والهجمه الاستعماريه على العالم العربي والاسلامي، لان القرن 18 قرن شاهد خضوع العالم العربي كاملا للسيطره الاستعماريه. في هذا الوقت يبدو انه هذا المنصب كان بيمثل نوع من الوحده الرمزيه. تمام. بس هنا بقى انت بتقول حاجه مهمه قوي، انت بتقول ده ظهر بعد سقوط الخلافه، الخلافه سقطت 1924، ظهرت جماعه الاخوان المسلمين 1928. اذا الاخوان المسلمين هم الظل الاول لهذا السقوط حقيقي؟ يعني النتيجة، يعني ما أقولش الظل، إحنا نتائج. لأنه لو قريت البرنامج الأول مثلا للشيخ حسن البنا هتلاقي أنه مشغول أول بقضية أسلمة مصر، لأنه طبعا كانت العلمانية امتدت، يعني العلمانية هنا بالمعنى الحداثة، الحداثة في المجتمع المصري كبأت يعني ملموسة يعني. إنما يعني أسلمت مصر، إعادة مصر إلى حكم الشريعة، استخدام الرموز الإسلامية بدل الرموز الغربية سواء في الزي أو إلى آخره، وإلى يعني إنشاء الخلافة بعد ذلك. يعني إنشاء الخلافة كان غرب، لكن قبل كده كان في نقاش. طب إيه اللي خلى الإخوان طوال الفترة دي جماعة كبيرة وحاضرة وفاعلة، ولدرجة ان هم الآن ليهم 88 نائب في البرلمان في مصر؟ يعني ده مش معناه ان ممكن يكون المشاعر العامة في الاتجاه ده، ولا انت رأيك ايه؟ يعني الإخوان موجودين من 1928 الى يعني الى الخمسينات، وكانت مصر فيها متعددة الأحزاب، فيها نوع من الديمقراطية، تبادل السلطة بين الأحزاب، رغم كل الفساد اللي كان ممكن تتكلم عنه في الصراع بين القصر وبين الاستعمار يعني، لكن كان في شكل من أشكال التعددية. وكان ممكن السادة المصري يبقى عضو في الإخوان المسلمين ويدفع اشتراك شهري للشعبة، ولما يروح الانتخابات ينتخب الوفد. يعني الوعي العام قبل الخمسينات بالإخوان هو الوعي العام بأنها جمعية دينية. بس هنا دكتور أنا عايز أسألك تحديدا عن الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي، يعني بتشوف ازاي المشهد بتاع دولة الشريعة وتطبيق الشريعة الإسلامية، وان احنا مش دولة بتاعت شريعة إسلامية ولا لازم تطبقوا الحكم الإسلامي، بتشوفه ازاي انت؟ خلينا نرجع لقضية الحرية والديمقراطية. غابت الحرية وغابت الديمقراطية، وأصبح الدين هو مجال النزاع بين الدولة اللي هي فاقدة الشرعية، بين النظام السياسي اللي هو فاقد الشرعية، وبين المعارضة. وهذا كلام أنا كتبته في نقد الخطاب الدين، إنه كل النظم فاقدة الشرعية تحاول أن تؤسس شرعيتها على احتواء المؤسسات الدينية، لا يصبح أمام أي معارضة مجال آخر إلا أنها تلعب بنفس السلاح، تركب الدين. السلاح هنا أصبح الدين، والدين تحول إلى، وأنا هذه جملة أكررها، تحول إلى وقود في عربة السياسة، الوقود يحترق. واللي حصل إن إحنا حرقنا، يعني اللي بسميه تجريف العقل، يعني حرقنا الدين، تحول الدين إلى مقولات حلال وحرام، ويعني إلى مقولات جامدة ومقولات جافة، وتم يعني رفع الخصوبة عن البعد الروحي والبعد الأخلاقي إلى آخره. والبعد الروحي والأخلاقي هو الشيء الوحيد اللي يخلق التسامح، اللي يخلق مش بس التسامح مع الآخر صاحب الدين المخالف، وإنما مع اللي بيختلف معاك من أرض نفس الدين. صحيح، أخبرك غياب ده كله
أدى إلى كل هذه الظواهر. الناس عندها إيه يعني؟ يعني ما مع كل هذا الـ 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 يعني الـ 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 الوضع، واخد بالك؟ خلينا نستعيد مسألة الحرية، وهنا دفاعي، وهنا دفاعي عن حرية الإخوان أو غير الإخوان في تكوين أحزاب. لأنه إذا أنت بتكون حزب بتتكلم سياسة، واخد بالك؟ إذا أنت عندك دستور بيقول لك المواطنة، وبعدين يقول لك دين الدولة الإسلام والشريعة هي المصدر الأساسي، ولا يجوز إقامة أحزاب على أساس ديني، ده دستور مهلهل، لأنه حاطط يعني كأن الدولة بس هي اللي تعمل حكم على أساس ديني، لكن أي حزب يقوم على نفس الأسس تقول له لا يجوز. أنا مش فاهم يعني، أنا مصري ومش فاهم يعني، يا إما تعدل الدستور وبقالك وبعدين يبقى عن، لكن الدستور بيقول كده، الدستور بيقول إن الدولة نفسها بتقول ديني هو الإسلام، برغم إن الدولة يجب أن لا يكون لها دين، لكن إن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع. ما بيطلع حزب يقول لك كده تقول له لا ما ينفعش، أنت غير شرعي، ده كلام أنا ما فهموش، لأن هما الاثنين بيستخدموا حد يقول لك أنت بتدافع عن الإخوان، واخد بالك؟ أنا بدافع عن الإخوان كقوة سياسية في المجتمع، لكن ده ما يمنعش إن أنا فكريا أختلف معهم، واخد بالك؟ الدفاع عن الحق كل القوى إنها تبقى لها وجود سياسي، نعم. نرجع تاني لسؤال الخوف من الحرية، خايف، كلنا خايفين من الحرية. لما بنتكلم عن الحرية نبتدي نتساءل عن الضوابط، ما هي ضوابط؟ يا خلق الله، طب نبقى احرار الاول وبعدين ندور على الضوابط يعني، ضوابط. انما قبل ما نبدا عايزين نضع الضوابط، وده معناها ان في شيء في عقولنا وفي وعينا وفي ثقافتنا الحاليه، مش الثقافه بمعنى العام، معادي للحريه، في رقابه مبكره كمان، في طبعا. لما بقول لك لما نتكلم عن الحريه يبدا الكلام عن ما هي شروط الحريه، يعني انت تضع يعني بتحط العربه امام الحصان يعني، واخد بالك؟ ده هنا دفاعي عن الحريات، هنا هو دفاع ما بلا شروط، يعني مش حريتها لوحدي. دكتور، انت في هولندا، واخيرا معركة الفيلم الهولندي اللي جرت، وما يعني اطلق على ذا الفيلم من هو بيهاجم النبي صلى الله عليه وسلم وما الى ذلك، هل انت بتحس انه 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 هجوم على النبي، ولا هجوم على اشكال حاليه من المشايخ؟ هو في إهانة قصدية، وإهانة قصدية أنا في رأيي إنها ضارة بأوروبا نفسها، يعني أنت بتهين جزء من مجتمعك. ده اللي مش قادر يفهمه الناس هناك، إنه المسلمين في هولندا أو المسلمين في بريطانيا أو المسلمين في فرنسا جزء من المجتمع، زي ما أنا أهين القبط هنا بالضبط يعني فدي ده جانب، ده مش فيلم، مش فن، وإنما هو يعني دعاية، يعني الأدى الأمر أنه بيتمثل إهانة للآخرين. الرد طبعا، والحسن الحظ للمسلمين في هولندا بيردوا رد قانوني الآن، ما حصلش رد الفعل اللي حصل قبل كده في فيلم سبميشن، لأنهم تعلموا من التجربة كمان، أنه هذا الخطاب زي الخطاب اللي بيمثله فيلدرز وآخرين في أوروبا كلها هو الصدى لخطاب المتطرفين في العالم الإسلامي، انهم بيحولوا كل شيء الى قضايا لاهوتيه، بيحول خطوتك تبدا باليمين ولا تبدا بالشمال الى قضيه لاهوتيه. هناك بيعتبر انه كل مشاكل المسلمين هي مشاكل لاهوتيه، واخد بالك؟ تقول له يا مولانا انت بتعمل يعني بتعمل لهوته لكل القضايا، القضايا اكثر تعقيدا من انها تبقى قضايا لاهوتيه. ومن هنا ايه يعني، انت لا في الغرب مقبول، ولا في وطنك مقبول، يعني في الحالتين، الغربة الحقيقية في الحالتين، ده صحيح، انت بره مسلم، مش البعد عن الوطن. انه حتى في اوروبا اصبح الخطاب النقدي، سواء بيقولوا اوروبي او بيقولوا غير اوروبي، لان طبعا في اوروبيين، اصبح يعني مش مرحب، خاصه لما يجي على الاسلام، اما يبقى مرتبط بالاسلام اصبح يعني يصيب الناس يعني يصيب الاعلام بالملل، كويس؟ وإن أوروبا مثلا، وده في آخر محاضرة، إن أوروبا يعني معروفة جيدا إيه هي أوروبا لما تبقى ضد الإسلام، لكن أوروبا نفسها بعيدة عن قضيتها مع الإسلام، يعني إيه أوروبا؟ يعني إيه الثقافة الأوروبية؟ وهذا كلام بنقوله هناك، يعني الفرنسي
يعني ينظر شزرا إلى البريطاني ثقافيا, والألماني يعني ما عندك لغات, واخد بالك؟ فما هي أوروبا؟ إنما لما يبقى هزام الإسلام يقول لك القيم الأوروبية والمعايير الأوروبية ويعني وإلى آخر, فأنت محتاج أيضا لتفكيك هذا الخطاب يعني ونقد هذا الأوروبي طبعا طبعا, واخد بالك؟ وهنا بيقوم معاك أوروبيين أيضا يعني بيشاركوك في هذا التفكيك هذا الخطاب, لأنه خطاب إقصائي واستبعادي عربي بين معركتين. ايوه. انا اخيرا لان انا عارف ان عندك محاضره بعد شويه في الجامعه الامريكيه, بس عايزك ترسم لي في نقط خطه خريطه الطريق نحو الحريات. لا ده صعب يعني, في نقط ده صعب جدا جدا يعني نقط يعني ما انا ما بعرف نبدا منين, بس احنا لازم يعني محتاجين لبقه من الاصلاحات, باكج بقه اصلاحات. ما ينفعش اصلاح اقتصادي لوحده ولا اصلاح سياسي لوحده ولا إصلاح تعليم لوحده, احنا عايزين استراتيجية تضع كل هذه الإصلاحات داخل استراتيجية كيف ننقل هذا المجتمع, نستعيد هذا المجتمع إلى الحياة من جديد, نستعيد لهذا المجتمع فاعليته. محتاج أنت إلى سياسات تانية خالص خالص يعني, التقني مش هيحل مشاكلنا, خبالك؟ حتى لو أنت جبت عملت مفاعل ذري ده مش هيحل مشاكلك, لأن المفاعل الذري والتقنيات الحديثة وراءها عقل إنساني أحدث ثورة في المعرفة الإنسانية قبل العلم. يعني العلم نتيجة لثورة المعرفة في العلوم الإنسانية وثورة المعرفة الدينية أيضا. يعني مش ممكن أنت هتبني على المعرفة الإنسانية والمعرفة الدينية التقليدية, هتعمل مجتمع شكله حديث وخبرك لكن بنيته تقليدية تقليدية تماما. ده اللي احنا محتاجينه. كيف يتحقق ذلك؟ يتحقق بكل بقول بؤجة كاملة من الإصلاح. أخشى أن أقول إنه الوضع الحالي يعجز عنها.